قال الكلمه ديالو بان هاد الشركه هادي راه غير شرعيه واستخلاص يعني الرسوم بهذه الطريقه هادي فهو كيتعتبر جريمه الغدر، لانه تحقير كنشوفوا هنا تحقير ديال الاحكام القضائيه، وهاد الناس ما عرفتش شنو شكون اللي موراهم اللي هما ولاو سمحوا ضد الاراده ديال صاحب الجلاله، كيف ما ترت في محطات اخرى بانها يعني واحد المجموعه ديال المرافق تدبرها خارج القانون وخارج الاراده ديال صاحب الجلاله، هو كيتبين اليوم بانها جايه كتفرض واحد التعسف يعني، وتفرض على عباد الله واحد الاتاوه تخلصها اللي هي القانون والقضاء قال الكلمه ديالو فيها. وحنا كنعتبروا هذا راه كيف ما قلت هذه راه جريمه ديال الغدر، واللي غادي نمشيو فيها يعني لتفعيل المساطر القضائيه في هذا الاتجاه هذا ان شاء الله. على حسب معلومات ديالي قال لي هذه مساله غير قانونيه، ورغم ذلك كيطبقوها، وكنظن على انه الناس المسؤولين يعني ساكنين على هذه المساله هذه، والمواطنين ربما حتى هما ماشي على علم بهذه المساله. باختصار انا جيت دابا حطيت الطوموبيل ديالي وجيت للباركومتر باش ندير تيكي، الباركومتر ما خدامش، كنشوف جميع السيارات هنا اللي واقفين دايرين لهم واحد التيكي احمر، ما فهمتش انا شنو هو. انا بغيت نمشي نقضي الاغراض ديالي، ما قدرتش نتحرك من حدا السياره ديالي لانه خفت يجيو يديروا ليها الصابو، وهاد المساله كتبان لي باللي غير معقوله. الصابو غير قانوني بتاتا، لانه الجماعه ديال الرباط استنفدت جميع مراحل التقاضي وخسرت جميع الدعاوي اللي كانت رفعت ضدها، واللي استنفتها ومشات حتى محكمه النقد واصدر في حقها احكام لصالح المواطنين وماشي لصالح الجماعه. هذا من جانب. من جانب اخر الوضعيه ديال شركه رابا باركينغ اللي كتعرف عده اختلالات خطيره جدا، دخل على اثرها المجلس على الحسابات اللي صدر تقرير، وهذاك التقرير اللي لحد الان يبقى نقطه سوداء في التاريخ ديال هذه الشركه هذه. الوقيته اللي هذا الصابو كيتنفذ في حق ناس بسطاء، في الوقيته اللي الناس اللي كتكون عارفه عدم قانونيه الصابو وكتواجه هذه الناس ما كيتنفذش في حقها هذا الصابو هذا. عاصمه الرباط كانت كتنتظر كثير من هذه العمده وهذا المجلس هذا، الى انها كتفاجئ بخروقات خطيره، من اهمها اعاده الصابو في العاصمه الرباط. هذا الصابو اللي الان كيعرف واحد التوسع من خلال اضافته الى شوارع ما كانش كيتوفر فيها. الان عندنا شارع العرب عبد الله، عندنا شارع محمد الخامس، عندنا المحيط كذلك اللي الان العمليه ديال الصباغه بدات فيه. والاخطر من ذلك انه التسعيره اللي غيتم تنفيذها في حق المواطنين هي تسعيره متجاوزه بكل المقاييس، ولم يتم استشاره المجلس الجماعي في تطبيق هذه التسعيره او في اتخاذ قرار مناسب يناسب الساكنه، باعتبار ان الصابو غير قانوني وينفذ بطريقه غير قانونيه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.